ليش عندك مروعتوني قبل يومين؟ قاعد انت تفسير تفسير مطوع. طيب اذا فسر مطوع وش المشكله؟ مطوع على عيني وراسي، لكن هذا شيء كاتب الله بيصير لي. عاد خلاص ارض بالواقع. دخلوا علي اثنين في السنه بكون قتلت على امك. كان السويدين ما عاد تبث لنا. قلت وش فيك؟ قال مطوع. قال انك انت. قلت اذا انا وش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مطوع عالم الغيب، الله اللي يعلم الغيب، اللي بيجيني بيجيني.